معايا الفنان الجميل الفنان الكبير زكي فطين عبد الوهاب معانا على التليفون. مساء الخير. اهلا وسهلا ومتشكر جدا على التقديم ده يا فندم. ده اقل حاجه، تستاهل اكتر من كده. الله يخليك الله يخليك. اول حاجه عايزه اقولها لك انه الف مليون سلامه، وان شاء الله هتقوم بالسلامه وهتخف ان شاء الله. وقبل ما اقول لك عايزين نطمن عليك، انا كنت قريت وانت كاتب انه انا هقفل او محدش يسال عليا، لان انت اكيد هتكون مركز في المرحله العلاجيه وانه مش بمزاجك يا استاذ زكي. لا مش والله بمزاجك، غصب عنك هنسال عنك، لانك انت فنان جميل وابن ست غالية الله يرحمها، وانت ليك اعمال يعني الواحد مرتبط بيها وبنحبك، وهنفضل نسأل عليك، ومش بمزاجك ما هنبطل نسأل عليك، هنفضل نسأل عليك، وانا شخصيا هفضل اسأل عليك. عندك مانع جدا. بقى؟ لا طبعا ما عنديش مانع. اشكر جدا، بس انا والله بس اول يوم سمعت فيه الخبر بس بقيت شوية بعد الدور كده. ايوه. ثاني يوم صحيت عادي جدا مفيش اي مشاكل، بس اول يوم كان صعب شويه وعديته الحمد لله يعني. طيب طمني، قول لي ايه الاخبار، انت ايه الاعراض كانت عندك، وبعدين عملت ايه، ودلوقتي هتعمل ايه، المرحله العلاجيه، البروتوكول العلاجي. تمام. هو انا التالت عندي الاعراض زي ما تقولي ايه، وجع شويه كده في ركبتي، فاعتقدت ان ده مثلا قله مشي او حاجه زي كده، في التالت امشي بتاع، وبعدين التالت احس ان انا مش متزن خالص وانا بنزل السلم وانا بمشي. فكلمت الدكتور المشرف على علاجي وقلت له انا بقى حاسس بالاعراض دي، فطلب مني مجموعه تحاليل عملتها طلعت كويسه جدا. قال لي لا بص بقى، الاعراض اللي انت بتقولها دي عايزين نعمل اشعه على المخ بالصبغه. فللاسف بقى اكتشف ان عندي ورم من الدرجه الرابعه، بس المشكله كمان انه منتشر في المخ مش في حته واحده بس، واصعب حته اللي هي المخيخ اللي هي مسؤوله عن الاتزان نفسه. فابتديت جلسات علاج بالأشعة. الإشعاع ها؟ أشعة للمخ، أشعة كلية على المخ. دي 15 جلسة على مدار 3 أسابيع، كل أسبوع 5 جلسات. فأنا النهاردة عملت الجلسة السادسة، فاضل 9. بعد كده بيعملوا بقى أشعة تانية بالصبغة على المخ يشوفوا مدى الاستجابة. لو في استجابه كويسه هستنى بتاع 4 5 ايام ونرجع تاني نعمل اشعه بالصبغه على الرئه عشان يتاكدوا ان الرئه ما فيهاش حاجه، حصل فيها حاجه او كده. بس طيب يعني انا مبسوطه من صوتك الجميل ده. الله يخليك. وفي روح حلوه بتتكلم معايا، وانا متاكده يعني انا بحس كده شويه انك انت هتبقى من المحاربين برضو في هذا المرض وفي الاصابه اللي حصلت مره اخرى، واحنا كلنا معاك وهنطمن عليك دايما، وهنطمن جمهورك عليك، انت ليك جمهور له حق عليك بيحبك. انا شفت الكلمات الايجابيه الجميله اللي في حقك، والناس بتحبك قد ايه، واحنا كلنا بنحبك وعايزين نطمن عليك دايما. وإن شاء الله بعد ما تخلص جلساتك هنطمن عليك وهنتابع معاك النتيجة، وأنا هنصحك نصيحة واحدة بس قبل ما أقفل. اتفضل. اسأل مجرب. بعد كل جلسة. أيوة. وإنت في كل جلسة حضر لنفسك حاجة هتعملها لما تخرج منها علشان تكمل المشوار اللي إنت بتحبه. لو إنت بتحب شغلك روح قول انا هروح هعمل النهارده حاجه في مشوار الشغل بتاعي، حضر لعمل، وبعد كل جلسه كده اطلع اعمل جزء من العمل ده، حتى لو تعبان حتى لو بتقع قوم وادي لنفسك الامل ده واقوى. والله ابتديت اعمل كده فعلا. الله. يعني واضح ان احنا يعني في تعارض افكار مع بعض. انا بعمل كده فعلا، بحضر لبرنامج ده حلم حياتي. يعني انا احس ان انا مدين لابويا الله يرحمه، فعايز اعمل برنامج عن الكوميديا المصريه، ففعلا ابتديت اشتغل عليه. يعني كان يعني اللي انا بسمعه ده كويس جدا، وانا سعيده جدا ومستنيين البرنامج ده،
و بس يعني وعايزين المره الجايه نعرف تفاصيله تكون اكتملت، يعني كل حاجه عنه عايزه اعرفها. ان شاء الله.